منورني وشرفني في هذه اللحظات أستاذ خالد عامر الناقد الرياضي بجريدة أسأل الإسبانية. أستاذ خالد منورنا ومشرفنا. أمير نورك، ربنا يخليك يا عامل رب. كله حلو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله زي الحمد الفل. لله. الحمد عندنا لله. كلام كتير قوي عايزين نتكلم فيه، نبتدي محليا. يلا بينا. ماشي، النهارده اتحاد الكرة أعلن عن تعديلات جديدة بخصوص بداية بطولة الدوري الجديد، وتعديلات بخصوص بطولة كأس مصر واستكمال هذا أو هذه البطولة بالتحديد، وكمان مواعيد السوبر. تعليقك إيه واجتماع طبعا لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة مع مندوبي الأندية للدوري المصري؟ طيب احنا خلينا نقول انه المواعيد الجديده تم الاتفاق على او تم تحديد يوم 19 سبتمبر بالظبط لعوده الدوري المصري، وقبلها بيوم هيبقى مباراه السوبر. ده انهي موسم؟ السوبر بتاعت انهي موسم؟ مش عارف يعني، هم اكيد هيقولوا لنا قبل الماتش ان شاء الله، هيقولوا لنا ده بتاع الموسم كام. ماتش الكاس تم تحديده امام بيراميدز طبعا ما بين مباراتين اطلع بره يوم 16 او 17 ما بين مباراتين الذهاب والاياب. انا عايز اعلق على النقطه دي، انه ده قد يكون في مصلحه الاهلي. في مصلحه الاهلي ليه بقى؟ قد يكون في مصلحه الاهلي ليه؟ وجود مباراه نسبيا ضعيفه امام فريق بطل جنوب السودان ممكن تدي للاهلي احتكاك كويس. هو مش هيبقى قوي بس احتكاك كويس، هتحط او لاسارتي تحديدا هيحط ايده على بعض النقاط الضروريه كويس قبل مواجهه بيراميدز. عارفين انه مواجهات الاهلي امام بيراميدز في الدوري ما كانتش جيده بالنسبه لجمهور الاهلي وبالنسبه للفريق، والجمهور كله بيعول جدا على مباراه الكاس لاسترداد هيبه الاهلي ولتحطيم اسطوره بيراميدز وكذا وكذا. هي الهبه موجوده بتاعت الاهلي، الهبه طبعا كده كده الاهلي ما كانش موفق في الماتشين، ما كانش موفق. فان احنا نستعيد مره اخرى سيطره الاهلي المحليه وننافس او نواصل المنافسه على بطوله كاس مصر عشان ناخد الثنائيه ان شاء الله. ده اعتقد هيبقى بوابته من مباراه اطلع بره الاولانيه. كويس. المباراه الاولانيه والمباراه الثانيه زي ما كنت بقول انه مارتن لاسارتي ممكن بمنتهى البساطه المنافس مش قوي، فممكن يلعب بتشكيل في المباراه الاولى وبتشكيل تاني في المباراه الثانيه ويحط ايده على كثير من النقاط قبل بدايه الدوري، ويجهز لعيبه كتير ويخلي لعيبه جديده تنسجم مع اللعيبه القديمه، ويطعم الفريق في المباراه الثانيه تحديدا، يطعم الفريق باكتر من لاعب من الصفقات الجديده او من اللعيبه اللي جايين من اعارات. كويس. بحيث ان احنا نبدا الموسم مفيش لعيب جديد ولاعيب قديم. كويس. بحيث ان احنا نبدا الموسم الجديد 19 سبتمبر كل اللعيبه منصهره في كيان واحد. بس مباراه الذهاب تحديدا اللي هي المباراه الاولى، هم المباراتين كده كده في القاهره، بس مباراه انا اقصد المباراه الاولى اللي هي ما قبل برج العرب، ما قبل مواجهه بيراميدز، دي هتبقى المباراه الاهم، ان انت تخلصها بنتيجه مريحه وان انت تجهز الفريق وتجهز اللعيبه لمباراه قويه بعدها بكام يوم امام بيراميدز. ده شيء مهم جدا، وتعديلات اكيد هامه بخصوص ان الدوري ان شاء الله يبتدي بشكل جيد. والنهارده النادي الاهلي اتكلم فيه بالتحديد مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ، وهو حتميه الالتزام باللوائح الخاصه بالموسم الجديد وما يتمش خرق هذه اللوائح خلال الموسم. ده شيء هيكون مهم في انتظام بطوله الدوري صح؟ هو مش شيء مهم، هو شيء حتمي يعني لا غنى عنه. مفيش دوله في العالم، مفيش دوري في العالم ناجح ومستقر بيمشي من غير لوائح. اللي احنا بنشوفه في الدوري المصري على مدار الكثير من السنوات ده عبث. ده شيء كده من الخيال، يعني ان احنا كل اسبوع بلوائح جديده وكل اسبوع بتظبيطات مختلفه عشان خاطر نعالج ازمه او نعدي موقف او نراضي حد او 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 اتحاد الكوره برضو. انا خليني عشان ما اكونش قاسي عليهم، اتحاد الكوره برضو كان مظلوم الى حد ما في القصه دي، لانه احنا في الدوري المصري ما تعودناش على النظام. ما تعودناش ان يبقى فيه لوائح، للاسف الشديد ما تعودناش ان بتبقى فيه لوائح واضحه الناس كلها بتمشي عليها، ما تعودناش ان يبقى فيه مواعيد. احنا شايفين في الدوريات، وانت متابع الدوريات الاوروبيه كويس وعارف الناس بتعمل الدوريات بالتوقفات الدوليه بمواعيد كل حاجه، بكل حاجه من قبل الموسم ما يبدا لحد الموسم ما يخلص. احنا ما تعودناش على كده. سيبك من المواعيد، نقدر نتعود على كده؟ نقدر. بص بعد البطوله العظيمه، وانا فعلا بسميها البطوله العظيمه على الرغم من كان فيها عيوب، كان فيها عيوب جدا.
بس تنظيم بطوله امم افريقيا يعني بطوله امم افريقيا لا هو التنظيم كان عظيم في الحقيقه عظيم في اربع شهور تقدر تعمل المجهود الجبار ده وتطلع بطوله بهذا الحجم مصر بس اللي تقدر تعمل كده بس مصر فعلا وخلينا اخد كلمتك دي واقول لك انه طالما مصر تقدر تعمل حاجه بالحجم ده وتعرف تلتزم بهذا النظام الصار اللي يطلع شكلك قدام العالم كله بهذا الشكل المبهر لا تعرف تعرف تحط لوائح محدده وتعرف تلتزم بيها وتعرف ما شغل اللوع بقى وشغل ان احنا نظبط حته عشان خاطر فلان يستريح ونظبط حته عشان خاطر النادي الفلاني يعمل ده كله موضوع التليفونات ده خلص يعني يعني اتمنى مفروض. اتمنى المفروض بعد بطوله افريقيا زي ما بقول واهتمام الدوله الكبير جدا بيه والاوتبوت اللي طلع للجمهور اعتقد انه المفروض انه خلاص بقى العصر القديم ده عصر الهوجه والفهلوه اعتقد ان هو ولا يعني لا ان شاء الله هيكون ولا وباذن الله نشوف شكل اكثر من رائع لمسابقه منتظمه من بطوله الدوري الجديد باذن الله وبطوله الكاس واي حاجه متعلقه بالاتحاد المصري لكره القدم تكون ناجحه عشان نتمتع بالكوره احنا عايزين نتمتع بالكوره فعلا يعني ده الاهم يعني الاهلي واستعداده لمباراه اطلع بره البعض شايف ان الماتشين كمان هيتلعبوا في مصر فالامور سهله انا عن نفسي ببقى متخوف شويه من الحاجات دي بقلق شويه شايف انت الماتشين دول ازاي ومطلوب ايه من النادي الاهلي كلاعبين وجهاز فني قبل المواجهه الاولى في دور 64 من دوري ابطال افريقيا هو مش مطلوب من اللاعبين والجهاز الفني غير ان هم يلعبوا بقيمه الاهلي كويس بمعنى ايه احيانا وده عيب في اللاعب المصري عامه ما بخصش حد يعني او عيب في الشعب المصري مش في اللاعب بس كويس انه بيتاثر احيانا بمستوى المنافس بيتاثر بمستوى المنافس بالظبط يعني المستوى المنافس بتاعك مستواه مرتفع انت بتلعب بنفس الدرجه وبتقدم مباريات مبهره جدا وبتلعب بتكسر الدنيا لو المنافس اللي قدامك مستواه اقل نسبيا منك انت ما بتلعبش بمستواك الحقيقي انت بتنزل عشان تلعب بمستواه تمام وده بيأثر على شكلك في الملعب وبيأثر على تنفيذك للخطط دي ممكن تكون ثقافه اللاعب المصري يعني بالظبط هو يعني انا بقول ان هي ثقافه شعب كامل مش ثقافه لاعب بس يعني المطلوب من الاهلي ايه المواجهه سهله كويس ما تعقدهاش على نفسك ما تصعبهاش سواء الجهاز الفني بقياده لاسارتي او اللاعبين بقياده اللاعبين الخبره اولا وباقي اللاعبين العب السهل التزم بتعليمات الجهاز الفني العب بقيمه النادي الاهلي العب بالكواليتي بتاع النادي الاهلي العب باسم النادي الاهلي اللي معروف في افريقيا كلها ان هو ملك القاره طبعا العب عشان خاطر تصلح الصوره الذهنيه السيئه بتاعه الخروج من افريقيا الموسم الماضي احنا عارفين ان الموسم الماضي دي كانت كبوه وده مش مستوى الاهلي بالظبط ودي مش قيمه الاهلي في افريقيا ولكن في النهايه الاهلي خرج من افريقيا الموسم الماضي في مباراه انا مش هتكلم عن النتيجه لان النتائج وارد بتحصل انا مش هتكلم عن النتيجه قد ما هتكلم عن الاداء الاداء ما كانش مقنع بالنسبه للجمهور اللي مطلوب دلوقتي امام فريق الى حد ما في المتناول مش الى حد ما هو في المتناول المطلوب منك ان انت تعوض الصوره الذهنيه السيئه بان انت تقدم مباراه ممتعه اولا تبسط نفسك وتبسط الجمهور وتكسب وتريح نفسك قبل مباراه بيراميدز وقبل مباراه العوده ده بالنسبه لاول مباراه المباراه العوده اعتقد انه هيبقى مطلوب من الجهاز الفني اذا ما تم انهاء المباراه الاولى بنتيجه مريحه ان هو يبدا يجرب لعيبه جديده ان هو يجرب توليفات جديده او جمل مختلفه في الملعب بحيث ان احنا نخش الدوري واحنا مستقرين على 90% من الشكل بس ده شيء مهم جدا ومناسبه يعني اخفاق النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا السابقه ومباراه سان داونز يعني مش عايز اطلع مبرر لكن في امور منطقيه ساعات كده خالد بتحصل اللي هو انت وده برده مش مبرر يعني انت بتلعب ضغط مباريات كتيره جدا اربعه كل 48 ساعه ماتش وكان الظروف صعبه كانت على النادي الاهلي بشكل عام في الموسم كله في الحقيقه طبعا هو انا ما بقولش انه انا اشكرك على كلمه انا مش عايز نلاقي مبرر هو احنا لو فكرنا في المبررات مش الحجج لو فكرنا انا قصدي مفيش تقصير يعني من بالظبط هو مفيش تقصير بس هي الفكره في الموضوع ايه؟ انه الاهلي خرج بالظبط كان هي دي النتيجه النهائيه كان ليه مباريات كان بيلعب في درجه حراره ودرجه رطوبه عاليه جدا في جنوب افريقيا الفريق الجنوب افريقي اختار توقيت لانه عارف ان اللاعب المصري ما يعرفش يلعب في التوقيت في الجو ده اختار توقيت صعب جدا بالنسبه للاهلي كانت الدنيا معصلجه جدا مع احترامي الشديد للتحكيم في افريقيا كان ضايع ماشي
في جونين من الخمس من خمس تجوان ما ينفعش تحسب، في ضربه جزاء مش ضربه جزاء، وفي جون كان يعني كان في ظروف مختلفه يعني اثرت على نتيجه هذه المباراه، وليه جون في هنا في القاهره اتلغى وهو المفروض يتحسب. فاكيد في مبررات كتير قوي لخروج الاهلي بالشكل ده، لكن ابناء النادي الاهلي لم يعتادوا على المبررات. ابناء النادي الاهلي طبعا خلاص النتيجه خلصت، خلصنا والسنه عدت كمان وكل حاجه، احنا عايزين بقى نعوض هذا الاخفاق بفوز باللقب مش بس التاهل للادوار المقبله. صفقات النادي الاهلي رايك فيها ايه؟ تقييمك ليها؟ اليو ديانج، متولي، قفشه، ورمضان صبحي امتداد عرض، رايك؟ ممتازه ممتازه. لانه ليه بقى؟ الاهلي لما فكر ما فكرش في الـ الـ الكم، فكر في الكيف، الكواليتي، الكيف. حلو. عندك احتياج في حته معينه، عندك حمدي فتحي دستروير وحيد في نص الملعب، فبتجيب جنبه اليو ديانج عشان يبقى عندك دستروييرز حمدي فتحي واليو ديانج، وعندك ريجيستا اللي هو اللي هو ارتكاز تاني بس بيصنع كور، عندك عدد كبير من اللعيبه السوليه وهشام محمد وفي حسام عاشور وفي ناس كتير وحسام عاشور وكريم نيدفيد بعد الاعاده من محمد محمود ومحمد محمود لما يرجع. الخط ده ممتلئ في الحقيقه، الخط ده بقى متكامل، بس كان محتاج جنب حمدي فتحي دستروير كمان، وقد كان وده اللي حصل، وقد كان في اليو ديانج. كنت محتاج مدافع بشده، تمام، جبت محمود متولي، وفي كلام على انه في اهتمامات اخرى بعدد اخر من اللاعبين، ما حصلش نصيب يعني. محتاج وينج، لان انت عندك الوينجات في منهم هيطلع اعارات وفي منهم هيمشي وهكذا. مدت اعاره رمضان صبحي ان هو كان احد ابرز العلامات الفارقه في مسيره الاهلي الموسم الماضي طبعا منذ انضمامه في يناير طبعا. طيب محتاج صانع لعب. ليه محتاج صانع لعب؟ عندك صانع لاعب واحد اللي هو صلاح جمعه، عندك نصر ماهر، بس نصر ماهر بعيد شويه عن حسابات لاسارتي، وبالاضافه ان هو لعيب بعيد عن حسابات لاسارتي هو بيجيد اكتر في مركز الوينج او الطرف، حتى لو هنلعب 4 3 3 فهو بيجيد اكتر في حته ان هو ياخد طرف الشمال. طيب خلي بالك هو في الناشئين كان بيلعب رقم 10، رقم 10 صريح. لا ما انا عارف، بس انا بتكلم على توظيفه في النادي الاهلي من ساعه ما جه، في اطار سياسه لاسارتي هو بيلعبه في الحته دي. طيب انت محتاج رقم 10 جنب صالح جمعه لسببين، اولا عندك اربع خمس منافسات، اربع خمس بطولات بتنافس عليهم، ما ينفعش تعتمد على واحد طبعا فقط، لظروف اجهاد، لظروف لا قدر الله اصابات، لاكثر من ظرف بيحصل لعيبه الكوره، احنا كلنا عارفين السيستم بيبقى ماشي ازاي او عارفين الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، فصعب جدا ان انت تخلي لعيب واحد. طيب اذا ما فكرنا ما حصلش اي ظرف وانت مكمل بلاعب واحد، لاعب واحد بس في المركز يبوظه، لوجود اثنين لعيبه في نفس المركز بنفس الكواليتي او بنفس القيمه، والاثنين لعيبه كبار جدا يرفعوا بعض، الاثنين في حاله التنافسيه اللي ما بينهم تخلي الاثنين كل منافسة واحد منافسه، اخلاق منافسه يعني. بالظبط كده. احنا كلنا وكله في مصلحه النادي، وكله في مصلحه النادي وفي مصلحه منتخب مصر، كله بيصب في مصلحه منتخب مصر في الاخر. فالصفقه اكثر من رائعه، او الصفقات بشكل عام اكثر من رائعه. كنت بتتكلم قبل ما ندخل في الفقره السابقه عن احتياج الاهلي المهاجم. مش انا اللي بتكلم، كنت بقى أو بس عشان بص صح، اذا كان الناس شايفه يعني بعض الصحف هي اللي بتتكلم في الجزئيه دي، مش انا اللي بتكلم، احنا بنعلق بس على الاخبار الصحف. انا بتكلم على تعليقك على الصحف. بالظبط. اذا كان الاهلي محتاج لمهاجم في ظل وجود عدد من المهاجمين بس كلهم تقريبا بيلعبوا نفس الدور اللي هو دور الميز رانر اللي بيتحرك اكتر من بره المنطقه، واحتياجه لمهاجم داخل من وجهه المنطقة نظر الصحف، من وجهه نظر الصحف احنا مش عارفين السياسه عند المسؤولين في النادي الاهلي ايه. يعني النادي الاهلي كمان بيمتاز باخراج، وانت عارف كده كويس، النادي الاهلي بيبقى عنده سريه في اتمام اموره، فعشان كده احنا مش هينفع نقعد نقول لحضراتكم الاهلي بيجيب مهاجم او الاهلي ما بيجيبش مهاجم، لا، الموضوع في اطار سري جدا خاص بالمسؤولين في النادي الاهلي. اتفضل. انا كنت عايز اضيف حاجه بس، ده غير ان انت كنت بتعلق على الصحف، انا بضيف رايي انا الشخصي. اتفضل. انه معظم لاعبي الاهلي او مهاجمين الاهلي كلهم الميز رانرز اللي انا بقول لك عليهم، اللي هم بيتحركوا على المنطقه من بره. فاذا كان الاهلي محتاج مهاجم فهو محتاج مهاجم جوه المنطقه، طبعا بالاضافه الى ما نقدرش ننكر دور مروان محسن طبعا كمهاجم كمهاجم فولس ناين محطه. بالظبط. بيعمل زي الكتاب ما بيقول. فاذا كان الاهلي محتاج مهاجم، اعتقد ان الاهلي عنده لجنه كوره، واعتقد ان الاهلي عنده نجوم كبار لجنه تخطيط بقياده، وعنده مجلس اداره بقياده كابتن محمود اللي مش هيجي اعظم منه في تاريخ الكوره، فاهم قصدي؟ ف
اعتقد ان هم شايفين احتياجات الفريق كويس، اعتقد ان هم ماشيين في خطه التدعيم بشكل جيد، واعتقد ان هم شايفين اذا كان الاهلي محتاج مهاجم. وانا برضو عشان اكون منصف، انا واحد من الناس اللي شايف ان الاهلي محتاج مهاجم. وجهه طبعا وجهه نظر، بس وجهه نظر على فكره عدد من جماهير النادي الاهلي منطقيين. انا برضو لازم نبقى منطقيين، في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي بيقول ان احنا ممكن نكون محتاجين لمهاجم، لكن دايما رؤيه الجمهور قد، انا مش باكد، قد تكون مختلفه مع سياسه المسؤولين والجهاز الفني. اشكرك اشكرك، لانه انا برضو انا عايز اكد انه الجمهور اذا كان دوره مهم في دعم الفريق واعطائه الدوافع والحافز الاساسي للفوز بالبطولات، بس دور الجمهور بيتوقف عند ده وبيبدا بعد نهايه الموسم في مرحله الحساب. صح، بس مش دور الجمهور انه يحط الخطط والسياسات والاستراتيجيات في التعاقد وفي اللعب وفي ده مش دور الجمهور أكيد خالص. أكيد ده كل حد ليه هو دور هو معين. هو اي واحد من الجمهور لما بيقول وجهه نظره بيبقى وجهه نظره حرصا على الفريق وخوفا على الفريق وحقهم. دول الجمهور طبعا اللي من غيرهم من فريق النادي الاهلي ما يقدرش يعمل حاجه، لان النادي الاهلي طبعا كيان كبير وكيان عظيم، لكن بجمهوره طبعا ده شيء مفروغ منه يعني. ده شيء مفروغ منه. فعوده لموضوع المهاجم، اذا كان الاهلي محتاج مهاجم فهو محتاج مهاجم وفقا لرؤيه لجنه التخطيط ومجلس الاداره، وهم اذا شايفين ده فهم اكيد 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 بلا شك هيسعوا وهيحاربوا في سبيل ان هم يحققوا او يجيبوا يستقطبوا هذه الصفقه قبل نهايه موسم الانتقالات. فانا عايز اطمن الجمهور انه ما تقلقوش، اذا كنت انتوا شايفين انه اذا كان عدد كبير من الجمهور شايف ان الاهلي محتاج مهاجم، ففي نجوم كبار في النادي الاهلي قد يشاركوكم نفس الراي، واذا شاركوكم نفس الراي فبالتاكيد في مهاجم كبير جاي النادي الاهلي في الفتره المقبله. مفهوم المهاجم ايه عندنا هنا في مصر؟ لان البعض بيعتقد ان المهاجم ده لازم يجيب لي جوان كتير. لا ودي وجهه نظر طبعا. ممكن الواحد يشوف ان انا المهاجم بالنسبه لي ده اللي يجيب لي اهداف ويخلص لي ماتشات وكلام من ده، والبعض يقول لك المهاجم بالنسبه لي محطه للقادمين من الخلف واللي بيقدروا ان هم يحرزوا الاهداف. هل المفروض المهاجم يكون خليط من الاثنين ولا مش شرط؟ بص مش كل الناس حسام حسن وعماد متعب. حلو. اوكي. حلو. في طفرات في المركز ده، وفي النموذجي. بالظبط. النموذجي بيقول ايه؟ انه في ثلاث وظائف للمهاجم. في الفوكس ان ذا بوكس اللي هو المهاجم الخطاف بتاع المنطقه، فرد له الكوره يحطها جون. في المهاجم الميز رانر. ودولت اللي موجودين في الاهلي اللي هم صلاح محسن ووليد ازارو، اللي هو بيجري على المنطقه من اكتر من بره، بيستغل سرعته وقوته البدنيه في ان هو يخلخل الدفاع ويفتح مساحات سواء للي جاي من بره لو انت بتلعب بمهاجم واحد، او للمهاجم الثاني لو انت بتلعب باثنين مهاجمين. وفي المهاجم الفولس ناين او المحطه اللي هو بيبقى مدي ظهره للجون، بيسند على الناس بتسند عليه وهو بيوزع. بالظبط. شفنا الجون دوت، جون مروان محسن، انا للاسف الشديد مش متذكر كان في ماتش مين بالظبط. هو كان عامل ازاي الجون؟ قول لي. كان اعتقد في المقاولين، كان مروان محسن استلم الكوره وحجز وهيئها لناصر ماهر، وناصر ماهر جه حطها في الجون. لا ده في الجونه. في الجونه. المقاولين احنا ما جبناش في المقاولين اهداف غير في الماتش الاخير. في الماتش الاخير خسرنا منهم مباراه. خسرنا منهم الجونه. الهدف ده اللي انت بتقول عليه بتاع ناصر ماهر فعلا بتاع ناصر مروان محسن محطه باص الكوره زي ما الكتاب ما بيقول. وحواليه اثنين حجز على كورته صح واستنى ورفع عينه وشاف المهاجم اللاعب وهو جاي، اداله الكوره متقشره عشان يحطها جون. فاحنا دلوقتي بنتكلم على ثلاث خصائص للمهاجم. الثلاث خصائص مش لازم بالطبع يتوفروا في مهاجم واحد. عندك ميز رانر، عندك اثنين، عندك فولس ناين، عندك واحد. لو عرفت تجيب فوكس ان ذا بوكس كويس قوي، لو ما عرفتش تجيب فوكس ان ذا بوكس هتوظف واحد من الميز رانرز ان هو يبقى هو المهاجم الخطاف. بالزبط. وتلعب على هذا الاساس. بس يعني هل المهاجم اللي هو بيجيب الاقل فرصه ده، هل ده ظاهره اختفت في العالم كله؟ يعني انت دلوقتي لما تيجي تفكر دلوقتي، لوكاكو مش هداف الدوري الانجليزي. تمام. محطه الهدافين مين؟ صلاح وماني والوينجات. بالظبط. الوحيد اللي بينافس على الهداف دايما في انجلترا مثلا هاري كين وشويه اجويرو فاهم. لكن هل دي ظاهره فعلا اختفت؟ ظاهره الهداف دي الخطاف هي بقى لها سنتين او ثلاثه
العالم كله. واحنا اتكلمنا، انا كنت هنا في قناه الاهلي برضو، واتكلمنا في نفس النقطه، لانه ساعتها كان موضوع كبير قوي. وقلت انه العالم بيعاني من هذا المركز. تمام. لانه بعد الكثير من المهاجمين العظماء جدا، شيفتشينكو ورونالدو وباتيستوتا و و و و مش هن يعني مش هنقول وين روني وكلام كتير قوي، ناس كتير. وممكن يكون اختلاف طرق لعب برضه، خلي بالك. ما هي بيزك الاختلاف طريقه لعب. بقى عندك فجاه المهاجمين اللي هم المنطقه يتعدوا على صوابع الايد. يعني عندك اجويرو، عندك ليفاندوفسكي، عندك بنزيما، عندك عدد من اللاعبين القليلين قوي اللي هم اللي بيلعبوا مهاجم صندوق، اللي بيعرفوا يجيبوا جوال او اللي بيهدفوا فعلا. عندك بنزيما ما كانش بيهدف كل فين وفين. بس بنزيما كان دوره الاساسي ايه؟ ان هو يفضي المنطقه لرونالدو يجي يحط صح جول. صح فعلا. عندك فيرمينيو دوره الاساسي ان هو يفضي المنطقه يا اما لصلاح يا اما لماني. فعلا حصل. فهو العالم بيعاني من قله المهاجمين، بس العالم في ظل معاناته من قله المهاجمين اكتشف طريقه جديده في احراز الاهداف اللي هي يا اما الوينجين يا اما القادم من الخلف. وخليني اقول على حاجه، سنه 2001 مانويل جوزيه تقريبا كان اول واحد اشوفه بيلعب بالطريقه دي. كان كابتن احمد بلال صح، 24 ساعه مدي ظهره للجون، يستلم يحط ناس في ظهره ويدي للناس اللي جايه من ورا. حصل فعلا في ماتش 6-1 مثلا، مع حصل في ماتش 6-1 جون خالد بيبو. بلال يعني احنا جايبين 6 اهداف بس بلال ما جابش جون. ما جابش بس بلال عمل كام جون؟ عمل بتاع 2-3 سواء بطريقه مباشره او سواء بتحرك فضى مساحه كتير. طيب عماد متعب في 2008، عماد متعب في 2008 كان ما جابش ولا جون في البطوله، ما جابش ولا جون في البطوله وكان اساسي كل الماتشات. بس تحركاته كانت عامله ازاي غير الاسيست اللي عمله محمد زيدان في ماتش الكاميرون؟ تحركاته كانت عامله ازاي؟ تحركاته الاسيست اللي عمله لمحمد زيدان كان ابو تريكه، مش لا 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 في ماتش الكاميرون ال1 2 هو و... انت قصدك في الماتش الاولاني مش النهائي، في المجموعات صح كان ال1 2 ما بينه هو محمد زيدان، ومحمد زيدان راح. فاحنا بنتكلم دلوقتي على وظيفه جديده من المهاجمين يعني اكتشفناها من زمان بس ما اتطبقتش فعليا، لانه كان العالم بيسخر بالمهاجمين الاشداء، فما كانش ينفع نركنهم وما كانش ينفع نخليهم محطه. يعني ما كانش ينفع نخلي رونالدو نازاريو محطه مثلا، ده اسطوره ده. لا ده اسطوره لوحده، ده اللي ما جاش زيه ده. طبعا. فمع اختفاء المهاجمين العظماء اللي احنا بنتكلم عليهم دول، بدانا نكتشف دور جديد للمهاجم، وبدأنا نكتشف آليات جديدة للوينجات ولصانع اللعب أو للقادمين من الخلف عموما. يعني طيب، يعني في الآخر ده أو دي أمور متروكة للمسؤولين في أي نادي بشكل عام، مش النادي الأهلي بس. هو كل واحد بيشوف احتياجاته إيه وبيشوف سياسته إيه وبيحاول إن هو يدعم أو يكتفي، كلها أمور متروكة لكل المسؤولين في الحقيقة. يعني أنا عايز أستغل تواجدك معايا ونتكلم عالميا شوية. إحنا اتكلمنا محليا واتكلمنا عن النادي الأهلي، عايزين نتكلم عالميا شوية. وإحنا في سوق انتقالات صيفية دلوقتي وصفقات كتير مشتعلة جدا في أوروبا بالتحديد. يعني نبتدي بمين؟ نبتدي مثلا بإنجلترا. إنجلترا السوق هيقفل خلاص قبل الدوري ما يبتدي على طول، وده طبقا للوائح الجديدة. إحنا قبل كده كان سوق الانتقالات بيكمل لغاية يوم 31 أغسطس، لكن الاتحاد الإنجليزي وبالاتفاق مع الأندية الموسم اللي فات قالوا إن إحنا من الموسم الجديد التعاقدات تقفل يوم 8 تحديدا، قبل اول مباراه على طول. هل الدوري الانجليزي شايف بالتعاقدات الجديده المختلف الانديه في انجلترا ما عدا ليفربول؟ في الحقيقه جابوا لعيب عنده 16 سنه كده بس الوحيد يعني اللي جابوه. هل السوق هناك مشتعل شويه في انجلترا؟ انجلترا تعتبر الاهدأ من ضمن الدوريات الكبرى، بخلاف طبعا ارسنال اللي معرفش ايه اللي حصل لهم. جابوا بس شافوا جابوا بيبي دلوقتي، نيكولاس بيبي ده لعيب اغلى لعيب افريقي دلوقتي. مع الوضع في الاعتبار ان هم دلوقتي في مفاوضات قويه جدا مع كوتينيو مثلا. فعلا. يعني كوتينيو دخل في حسابات ارسنال، غيروا سياستهم. كانوا ما كانوش بيصرفوا ايام فينجر ما كانش لا ما كانش بيصرف خالص صراحة. بس هو دلوقتي اوناي امري اختلف الامر معاه شويه، معرفش ازاي قدر يلعب في دماغ الاداره ان هم يفكوا الكيس. احنا شايفين تعاقدات كبيره جدا بالنسبه لارسنال في الفتره اللي فاتت. يعتبر ارسنال هو اكثر الانديه اللي جابت صفقات نشاطا في الميركاتو. تشيلسي عامل صفقات كويسه، بولزيتش لعيب هايل، بولزيتش لعيب جامد جدا، بولزيتش لعيب مكان هازارد على طول، خطير خطير. بالنسبه هو هيلبس رقم 10 مكان، لا اللي هيلبس رقم 10 ويليان هو هياخد رقم 22 مكان ويليان. مكان ويليان ويليام برضو لعيب جبار طبعًا. يعني ويليام وبيدرو، شفت جون بيدرو؟ لا تشيلسي هيبقى الموسم الجديد كعبه حلو.
الايه؟ الجون بتاع بيدرو. الجون بتاع الكعب رهيب فظيع. هو بيدرو اصلا من ساعه ما كان في برشلونه وهو لعيب دينامو يعني لعيب تعتمد عليه في اي مركز بيلعب في جول بتاع فعلا. الصفقات القديمه بن 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 بما اننا بنتكلم عن بيدرو فده لاعب قديم في تشيلسي مع الصفقات الجديده مش في تشيلسي بس في كل الانديه بتنذر بموسم قوي في دوري في الدوري الانجليزي خاصة ان الدوري الانجليزي مفنش الموسم اللي فات. تشيلسي محرومين من تعاقدات. هما بس جابوا بوليزيتش. هما جابوا بوليزيتش قبل ما يتحرموا معاه بس وكملوا تقريبا كوفازيتش من ريال مدريد كان اعاره وكان في بند كان شراء بالظبط. بالاضافه الى ان هو كان عنده كتيبه معارين هيرجع منهم شويه بالظبط. في منهم باكايوكو مثلا رجع بس لامبرد قال ان هو مش عايزه فقال له يدور على نادي يعني. بس في كتيبة أخرى من المحترفين أو من المعارين هيرجع منهم شوية عشان يتغلب شوية أو يتجاوز شوية حتة إن هو ممنوع من التعاقدات. عندك مثلا مانشستر يونايتد دلوقتي بدأ يخش بقوة بس داخل متأخر شوية. هو بيحاولوا يخلصوا ديبالا في صفقة تبادلية مع لوكاكو والنهارده ظهر مانزوكيتش كمان بالظبط. النهارده ظهر إنه بدأ التواصل ما بين إدارة مانشستر يونايتد لأنه صفقة ديبالا واقفة يعني خلينا نقول هو لاعب طالب فلوس كتير اعتقد وهم عندهم في المركز بتاع ديبالا عدد كويس بس ديبالا قيمه ما ينفعش تقول لها لا طبعا بس انا عندي زيك او عندي في نفس المركز فلو هصرف هذا الكم من المبالغ الخرافيه عشان اجيبك طب ما اجيب مركز انا فعلا محتاجه هو مانزوكيتش وهو محتاج مهاجم فاهم قصدي؟ فالنهارده بدا الكلام يتغير شويه من لوكاكو مقابل ديبالا لوكاكو مقابل مانزوكيتش وفي ترحيب من جانب يوفنتوس ترحيب شديد كمان والصفقه بتخلص يعني او مش بتخلص يعني في موافقات مبدئيه من الطرفين في انتظار التفاصيل الاخرى لان انا على الهوا مش عارف اتابع بقيه اللي حصل يعني فده عندك مانشستر يونايتد عمل صفقات كويسه باسامي بوتنشلز مش اسامي ارون وان بوساكا طبعا لعيب جامد جدا باك رايت مميز في الحقيقه من كريستال بالاس وعندك هاري ماجواير خلاص خلص تقريبا اغلى مدافع في التاريخ دلوقتي خمسه بعد فان دايك 75 ما هو اغلى مدافع بس انا يعني شايفه اوفر شويه اوفر على ماجواير يعني بص ماجواير نوع من اللعيبه الكلاسيكيين اللي عندهم اخطاء المدافعين الكلاسيكيين فاهم قصدي؟ قوي بدنيا بس بطيء سنه بس بطيء قوي لان قوته البدنيه مؤثره على سرعته تمركزه مش على طول صح عنده راسيات كويسه بس مش على طول بيتمركز صح عشان يعرف يستفيد من راسيات بالظبط عنده مشاكل يعني هاري ماجواير كمدافع عنده مشاكل انا لو مكانهم افكر في لعيب زي ما فكرت في دانيال جيمس ده لعيب خطير طبعا مميز جدا لعيب صغير سريع جدا حريف جدا بيصنع بغزاره للمهاجم ومش اسم محدش كان يعرفه او يعني المتابعين يعرفوه بس مش اسمه معروف مش سو يعني في وجهه نظر بعض مش سوبر او ما كانش مطروح اصلا على الساحه حتى ولا بي كلاس مش موجود بس هو لما تتكلم اللي انا بتكلم على دايما هو بوتنشال واسم اللعيب الاسم مش دايما بيبقى مفيد اللعيب البوتنشال اللي مش اسم دايما بيبقى مفيد لان هو عايز يعمل لنفسه اسم مع ان هو الناس بتتنبأ ان هو عنده كارير او عنده معدل نمو معين فبالتالي بيبقى مفيد جدا للفريق انا شايف هاري ماجواير ما عندوش معدل النمو ده فاهم قصدي شايف انه في مدافعين اخرين في الدوري الانجليزي لو انت عايز تجيب من الدوري الانجليزي زي مين زي ألدرفيلد طبعا بتاع توتنهام مدافع مميز جدا مدافع اكثر من رائع مع انه اكبر من ماجواير يعني ماجواير المفروض ومتاح في السوق على فكره متاح المفروض ان هو يبقى يعني هاري ماجواير معدل النمو بتاعه اكثر من او اسرع من ألدرفيلد بس احنا شايفين العكس خالص في عدد كبير قوي من المدافعين طب هنبص للسوق اللي بره ايطاليا عندك كتير قوي بقى عندك مانولاس من روما عندك رومانيولي من بره انجلترا لو رحت ايطاليا عندك مانولاس من روما عندك رومانيولي من ميلان عندك عدد كبير قوي من المدافعين مش هتكلم على ايطاليا طبعا لان هي بلد الدفاع فانا شايف انه اداره مانشستر اختارت في الدفاع عكس ما عملت في الهجوم
اختارت الاسم على حساب البوتنشال، فهي انا شايف ان هي صفقه مش موفقه. طيب بالنسبه قبل ما نسيب انجلترا نتكلم على ليفربول اللي ما عملتش تعاقدات، يعتبر هو عوده تشامبرلين دي هتمثل قوه اكيد لو هم معتمدين على العوده دي بشكل كبير، واللاعب اللي عنده 16 سنه ده لاعب جديد ولسه جاي من اسبوع تقريبا شارك في مباراه وديه. هل هم مكتفيين بالنجوم اللي عندهم وان هم كانوا بينافسوا على الدوري لغايه اخر لحظه السنه اللي فاتت وخدوا تشامبيونز ليج كمان؟ بص هو اعتقد انه يورجن كلوب، لا هو لحد دلوقتي ما فيش اهتمامات رسميه من ليفربول باي لاعب. هو الكلام كان على كوتينيو شويه في كل التقارير، ولا دي كانت يعني ما كانتش مصدر موثوق فيه، ما فيش جديه في الموضوع. فاهم، ما كانش في جديه بالظبط زي ما تقول. بس هو بالتاكيد يورجن كلوب عارف اهميه ان انت تجيب صفقه سوبر او تجيب لاعب سوبر يكون بديل للاعبين اللي عندك. احنا شفنا التعاقدات، اربع تعاقدات تحديدا، نابي كيتا وفابينيو ومحمد صلاح واليسون بيكر، اربعه ودوك ضافوا وجابوا لك تشامبيونز ليج وبعدين جابوا لك البطوله. فلا هو اكيد هيضم لعيبه، هو عنده على فكره خلي بالك بس مفيش وقت، مفيش وقت بس لسه يعني لسه قدامه كام يوم؟ ثلاث اربع ايام. خمس ايام بالظبط. فهو في خلال الاربع ايام اللي جايين اعتقد ان هو هيبقى في صفقه جايه لليفربول. طيب اذا في حاله انه ما جابش صفقه، يورجن كلوب طول الفتره اللي فاتت ماشي في سياق ان هو يطلع لعيبه شباب ويجربهم ويديهم ثقه. شفنا لاعب في مباراه ليفربول امام ليون في المباراه الوديه اسمه ويلسون. ويلسون لعيب مميز، جاب الجون، لعيب اكثر من رائع، عنده شخصيه وعنده يعني عنده ثبات انفعالي في الملعب. لو حد كان شاف الجون، خد الكره من يعني استلم كره عرضيه من نص الملعب صلحها لنفسه وشاط من نص الملعب. لاعب عنده 17 سنه، عنده الثقه في نفسه ان هو يودي كره زي دي. الناس بتثق في رؤيه وعين يورجن كلوب، يورجن كلوب طبعا في الحقيقه يعني. طبعا خاصه في الاكتشافات طبعا، مش في التعاقدات. يعني في الاكتشافات اكتر من التعاقدات يورجن كلوب مميز قوي في الحته دي. طيب قبل ما اسيب انجلترا، بكره في بمناسبه مباراه درع الخيريه ما بين ليفربول ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي خدت كل البطولات في انجلترا، بس في نفس الوقت ليفربول تاني الدوري الانجليزي وهي دي اللوايح في انجلترا. يعني شايف المباراه دي ازاي؟ وهل هي ممكن تكون بدايه قويه لليفربول او مانشستر سيتي يعني للموسم الجديد؟ وهل ممكن تكون اضافه لفرص محمد صلاح للمنافسه على ذا بيست؟ فرص في الحصول على الجائزه ولا في المنافسه؟ في الثلاث في المنافسه. اوكي، لان الحصول دي انا مستصعبها شويه، صعبه شويه بعد الاخفاق في افريقيا، بعد الاخفاق بالظبط. الله يسلمك. لا هي بص، هي احنا خلينا نقول انه بطوله الدرع الخيريه هي قد تكون البدايه الامثل بالنسبه لليفربول واليورجن كلوب ولكتيبه النجوم اللي معاه في بدايه قويه للسيزون الجديد. في ظل، خليني اقول، في ظل توقعات بخروج ليفربول من المنافسة على الألقاب المحلية للموسم الجديد. ده في توقعات بكده؟ الناس كلها أو الرأي العام في انجلترا ماشي في ناحية أنه ليفربول المستوى اللي فات ده كان وان يير وندر، أنه مش هيقدر يعمل المستوى ده مرة أخرى الموسم الجديد. قد يكون او قد تكون مباراه الغد امام مانشستر سيتي اولا لتعويض الخساره امامه في الدوري، في الدوري اللي خسرته اللقب بالزبط. ثانيا للحصول على اول بطوله محليه لكاتبه النجوم دول وبدايه موسم جديد يخرس فيه الالسنه اللي بتقول ان احنا مش هنعمل حاجه محليه. نتمنى لهم كل التوفيق في الحقيقه عشان نجمنا المصري محمد صلاح، ونتمنى لاستون فيلا كمان عشان محمدي وعشان تريزيجيه، وده شيء مهم وانتقال كان مهم جدا تريزيجيه. بس انا سريعا قبل ما اختم عايز اتكلم على سوق الانتقالات في اسبانيا. كلام ريال مدريد وبرشلونه، برشلونه لسه يعني جابوا ديونج، كلام كتير على وجريزمان طبعا، وكلام كتير على نيمار وعودته. في المقابل ريال مدريد بتبحث خلال اللحظات الحاليه التعاقد اما مع فان دي بيك من اياكس اما بول بوجبا من مانشستر يونايتد. اخر التطورات ايه؟ فان دي بيك خلاص ريال مدريد خلاص. فان دي بيك يعني معنى ده ان بوجبا مش رايح بنسبه 95% فان دي بيك وبنسبه 70% بوجبا معاه الاثنين. كويس، زين الدين زيدان عايز يعمل خط احلام، عنده توني كروس، عنده كازيميرو، عنده مودريتش. بس اعتقد دلوقتي في كلام على ان مودريتش هيخرج، لانه في كلام ان مودريتش مش موافق او مش راضي على ان هو يقعد احتياطي. وفي ظل وجود الاسماء الموجوده اللي قد ينضموا هيبقى صعب قوي على لاعب زي مودريتش كبر في السن
المنافسه مع لاعبين اصغر منه واكثر حيويه زي فان دي بيك وبوجبا. ففي كلام ان مودريتش هيخرج من او في تكهنات بكده تقارير غير رسميه ان فان دي بيك انه مودريتش هيخرج. فان دي بيك خلاص 95% في ريال مدريد، تم التوصل الى اتفاق ما بين اياكس وما بين ريال مدريد، وبنسبه 70% لسه المفاوضات جاريه مع بول بوجبا اللي عايز يمشي من مانشستر يونايتد، والريال مدريد طول عمرها مهتمه بان هي تجيبه. نيمار وبرشلونه سريعا. قريب جدا، وبرشلونه عايزه ونيمار عايز، ناقص التوصل النهائي ما بين برشلونه وما بين باريس سان جيرمان. ماشي، نتمنى نشوف نشوف مواسم كالعاده رائعه من خلال الدوريات الاوروبيه، بتحديد الدوري الانجليزي، وده بيبقى عيد بصراحه لما بيتم استئناف الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الاسباني. انا بالنسبه للايطالي، انا بالنسبه للانجليزي بصراحه. يعني عامه اوروبا كلها مليئه بالكره الكويسه جدا، والاهم من كل الدوريات دي بصراحه الشامبيونز ليج يعني. فاحنا منتظرين طبعا كل هذه الامور. يا خالد نورتني وشرفتني، كنت سعيد جدا ان انت كنت معايا النهارده. انا ببقى مبسوط دايما وانا معاك يا امير. ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا في فقرتنا الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده استاذ خالد عامر، الناقد الرياضي بجريده اس الاسبانيه، واتكلمنا في امور عديده سواء محليا وكمان فيما يخص النادي الاهلي، واتكلمنا بالتحديد عالميا في اخبار كتيره جدا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.